ضد يعني قصدك الظلم كان ضد مساعد طبعاً. إيه طبعاً أقول والله لا تبرير. أظلم لاعب في تاريخ الكرة الكويتية مساعد. مو أظلم لاعب. أظلم كانك تقولنا ظالم هو يعني. قول أكثر لاعب انظلم. تعبنا أوكي يلا. أكثر لاعب انظلم في تاريخ الكرة الكويتية مساعد ندى. وهذا الظلم. إيه. عاد شوفوا بيدي عليكم الظالم راح عالم صايمين اعوذ بالله تقعد دعوه المظلوم لا تقعد شوف دعوه المظلوم دعوه اللي انقطع رزقه حلال موضوع هذا ادري بس هذا يشوفونه انسان عيالهم مو بنفسه يجوز يصير في عيالهم ما يصير لا واحد ظالم شكوا عياله ابو سعد لا تصير انت بعد لانه هو ظالم لانه هو ظالم لا يصير لانه في رمضان وخيره ظالم عليه لا تقول في عياله الله يكافي نشاط انت راح تشوف ما يجوز يا بالحلال انت راح تشوف قاعد اوكي ما يجوز تقول في عياله لا تدخلنا بال انت لا تدخلنا بالدين ما يجوز يا خلنا نروح حق